بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الخميس الموافق 22/10/2020 من مجزر البساتين تم تحميل عدد 8 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المحافظات الآتية: محافظة القاهرة 4 طن، محافظة الجيزة 2 طن، محافظة البحر الأحمر 2 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتسليم هذه اللحوم إلى السيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. كل عام وأنتم بخير.